السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال الموقع دوت تقدر تشوف الملف بتاعك اللي هو GBXML على الإنترنت من غير ما تسطب أي برامج. تقدر تحمل الملف أو تعمله دراج اند دروب وتبدأ تشوفه هنا عندك بالشكل دوت. تقدر تقول له أنا عايز روتيشن فيبدأ يعمل لك روتيشن للمبنى بالشكل دوت، أو تقول له أنا عايز أشوف السيرفيس تقدر تختار سيرفيس تشوفها اهوت. خلينا نوقف الروتيشن، اقول له انا عايز سيرفيس. تقدر تعمل زوم على اي سيرفيس عايزها، هو بيجيب لك كل حاجه انت بتعمل عليها سيلكت، بيبدا يجيب لك معلومات عنها. تقدر تقول انا عايز اشوف الايدج بتاع العناصر او لا، هتلاقي الايدج بدا يظهر عندك اهوت. السبيس عايز تشوف اي سبيس فيهم، كل سبيس فيهم يبدا يجيبها لك، يعمل عليها زوم ويقول لك هي موجوده في انهي دور. ده انا بعمل سيلكت مثلا على السور رقم 2، السور رقم 3 اللي هو الدور يعني. تقدر تشوف المعلومات كلها الخاصة بالمبنى، تقدر تحمل أكتر من ملف، في بعض الملفات جاية معاه. ممكن تقول مثلا عايز اكزامبل سمبل فايل السبايدر، تختار مثلا دوت يبدأ يحمله عندي في المشروع. ده مثلا اهوت. فتقدر تناقش اي مشروع انت عامله مع الناس اونلاين، وتقدر تعمل تشوف الريبورت بكل العناصر الموجوده، الايشو اللي موجوده، النمبر وهكذا. فتقدر تراجع المشروع مع زمايلك اونلاين من غير ما تضطر تسطبه اي برامج.